ورجعنا مرة تانية مشاهدينا، لسه مكملين مع بعض فقراتنا. وصلنا دلوقتي لفقرة رياضية جدا جدا، هنعرف عن اللعبة دي حاجات كتير وتفاصيل أكتر من ضيوفنا اللي موجودين معانا. طبعا مصر بيبقى فيها أبطال كتير جدا في كل المجالات، في الرياضة في الفن وفي العلم كمان. النهاردة هيكون معانا أبطال في لعبة كرة السرعة، بيستعدوا لحضور بطولة العالم في فرنسا لكرة السرعة. تعالوا بقى نتكلم كده معاهم، نعرف ايه تفاصيل اللعبة دي والبطولة دي هيعملوا فيها ايه، مستعدين ولا لا. معانا النهارده محمد عماد ونهى عبد العزيز. صباح الخير يا محمد. صباح النور. ازيك يا نهى؟ صباح كله تمام؟ الحمد لله. الاول ممكن تكلموني بس عن كرة السرعة، يمكن انا شخصيا ما اعرفش حاجات كتير قوي عنها، يعني تقولي اللعبة دي عبارة عن ايه، بتعتمد على ايه، القواعد الأساسية اللي فيها. هي كرة السرعة يعني بداية لعبها كانت سنة، بتلعب أصلا زمان جدا من سنة تقريبا 60، كان اسمها كرة الشاطئ، لكن بدأ يتعمل اتحاد ليها سنة 84، ودخلت تاني لعبة تاني دولة تلعبها كانت فرنسا بعد مصر. هي طبعا اللعبة مصرية، كانت أول بطولة عالم اتلعبت كانت سنة 86. هي كرة السرعة عبارة عن، فكرتها بسيطة جدا، ان هو عبارة عن جهاز وطالع في عمود في بكرة وكرة، وانت بتلعب بالمضرب بإيدك اليمين اوكي. وبإيدك الشمال وبتلعب المضربين مع بعض. يمكن دي من الألعاب الفردية الوحيدة ان بتستخدم إيدك الاتنين في مع بعض، يعني في لعبة فردية. بس هي مش صعبة شوية، محتاجة هي مش صعبة، يعني بس طبعا انا عايزاك تقولي هي اللعبة دي ايه اللي هي محتاجاه من الرياضي اللي المفروض ان هو هيلعبها. هي طبعا بتحتاج، يعني هي بتحتاج فتنس عالي جدا. طبعا لازم، يعني هي بتعتمد انك بتسابق الزمن، لان كل واحد بيلعب، لما يعني بتيجي تلعب لوحدك على الجهاز بتلعب بتاع مثلا، بتاخد تايم دقيقه وبتشوف بتجي فيه كام ضربه بايدك اليمين وبايدك الشمال وبالمضربين امامي وخلفي داخلي وخارجي، وبيجمع توتال الاربع اوضاع وبيتحط بقى السكور بتاعك، انت جبت كذا، فلان جاب كذا، بتشوف ده هي الاول تعتمد بكام. على السرعة، بتعتمد طبعا على السرعه. السرعة الفتنس، السرعة طبعا. الفظيعة. طب نهى، انت ليه اخترتي، او طبعا هرجع لك برضه عشان اعرف انت كمان ليه اخترت اللعبه دي بالتحديد، بس نهى كبنت بتبقى عارفه دايما احنا بنختار كده العاب بتبقى شبه البنات كده شويه، زي الباليه، زي مش عارفه ال من كنت بلعب ووتر بالي زمان. ووتر باليه. طب كويس، ايه اللي بقى خلاكي تنقلي من ووتر باليه لكره السرعه؟ انه هي انا كان ليا قرايب كانوا بيتمرنوها، فانا كنت كذا مره كنت بروح اتفرج عليهم في التمارين وكده، ولقيت ان هي يعني انترستنج يعني وكويسه وظريفه، وانه يعني الناس فاهمها غلط، يعني الناس مش عارفاها كويس، وبيبقى فيها ماتشات وفيها تركيز وفيها تفكير وترتيب نقط يعني، وفيها كذا ايفنت يعني، مش بس الفردي، مش بس ان انا لوحدي على جهاز، ممكن اتنين يلعبوا ضد بعض اللي هو الماتشات يعني زوجي. دي صعبة قوي بقى، دي محتاجة سرعة يعني رهيبة. وفي ماتشات رباعي اللي هو اتنين ضد اتنين، بيبقوا بنتين بنتين ضد بنتين، او ولدين، او مختلط بنت ولد ضد بنت ولد، ففيها كذا حاجة